شنو فودي؟ زعما ما عندكش باسبور. عندي باسبور. انا عنديش فيزا. يوم يعطيو كان برك قصدك طالب. شحال وانا ندير في الطالب. وكل ما غير حق ندير وانا على بالي تلاوس. وانا عندي في معايا المبلغ المطلوب. مطلوب. هم يتكلمون على أنها عبارة عن حرقة بطريقة أخرى أو بوجه آخر من الوجوه المعروفة، ولكن ظهور الطريقة هذه هي تقريبا كنا قد رأيناها عند دريد اللحام، وين كان الوقوف بجانب خط معين بالنسبة للحدود التي تفصل بين بلدين، ولكن هنا لم نرى الحرقة التي نلاحظها في المجتمع الجزائري، بل لاحظنا عبارة عن عمل فني مليح. الشكر موصول للسيدة مديرة دار الثقافة خالدة بن بالي على هذا البرنامج المسطر خلال هذا شهر رمضان. واليوم استضفنا يعني فرقة الأميس من تعاونية سطيف اللي في رأسها الفنان صديقنا العمري كعوان، وكذلك الشكر موصول للممثلين آية دورصاف وبلال كراش. يعني حقيقة عرض جميل خفيف حلو يحكي على الحدود يعني ما بين البلدين ويحكي على الهجرة ولكن في صيغة أخرى. والحمد لله هذه النشاطات يعني دائما متردة في قاعة ريما في دار الثقافة مليحة للجمهور باش نعودوا الجمهور ونكسبوا الرجوع نتاع الجمهور. والفرقة مشكورة.